تبنت الدولة هدفا طموحا لتعزيز صناعة وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك لما لهم تأثير إيجابي على تشغيل وتدريب العمالة وزيادة العائد المادي بالعملة الأجنبية. وشهدت صناعة اليخوت بمحافظة دمياط تطورا كبيرا بفضل إنشاء ترسانات حديثة تستخدم أحدث الأساليب العالمية. تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية هدف تبنته الدولة منذ سنوات، لما له من أثر إيجابي على تشغيل وتدريب العمالة بكثافة عالية وعائد مادي بالعملة الأجنبية. هنا في محافظة دمياط، حيث تشتهر منذ القدم بصناعة المراكب واليخوت، تطورت صناعة اليخوت بشكل كبير بعد إنشاء ترسانات كبيرة ومتطورة تستخدم أحدث الأساليب في صناعة اليخوت في العالم. طبعا نظام الكهرباء في المراكب بيختلف عن نظام الكهرباء في أي مكان تاني، لأن تعتبر واحدة متكاملة فيها توليد كهرباء وفيها أنظمة ملاحة وفيها أنظمة إعاشة. فالشغل ده بيختلف طبعا عن الشغل المحدود بتاع، لأن ده يعتبر شغل شامل. نحن بنتميز بصناعة اليخوت عامة لأن دي صناعة ليها مستقبل، وقدرنا ان احنا نطور فيها بشكل كبير جدا في جميع المجالات. يعني الاول كان اليخوت تتصنع في مصر عامة من الخشب بس، دلوقتي بقت تتصنع من الخشب ومن الفايبر جلاس ومن الحديد، وبالاخص الفايبر جلاس ده اللي يعني فيه منافسة كبيرة شوية، منافسة عالمية، لان اغلب اليخوت الاوروبية بتتصنع من الفايبر جلاس. احنا بنصدر للخليج، بنصدر لاسيا، كلها اسيا يعني، لغاية ما وصلنا لجزر المالديف، وبنصدر لأوروبا، وحاليا عاملين كذا حاجة، مسافرة أفريقيا لدولة اسمها الكونغو إنشاسا، وتستمر المهنة وتستمر المسيرة للأجيال وراء أجيال وراء أجيال. خطط حكومية لتوطين صناعة اليخوت الحديثة بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحرين المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، مع استغلال لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من موانٍ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.